الأخبار الاقتصادية، أهلا بكم. كشفت شركة التسويق النفطي سومو أن معدل الإنتاج الكلي للنفط للبلاد في كردستان العراق قد ارتفع خلال شهر كانون الأول الماضي. وقالت سومو أن إنتاجية العراق النفطية ارتفعت بنسبة 0.4% ليصل إلى ما يزيد على 4 ملايين برميل يوميا. وأشارت الشركة إلى أن صادرات العراق النفطية خلال عام 2021 تجاوزت المليار برميل من النفط. كشف تقرير أصدره اتحاد مصدري منطقة بحر إيجا أن العراق جاء بالمرتبة الثالثة كأكبر مستورد للفراولة التركية خلال العام الماضي. وأوضح التقرير أن العراق جاء في المرتبة الثالثة بعد روسيا ورومانيا، إذ استورد ما قيمته 5,608,000 دولار من الفراولة التركية. ووفق أرقام التقرير، فإن صادرات تركيا من الفراولة خلال العام الماضي بلغت 46,118,000 دولار، مبينة أن الفراولة التركية وصلت خلال العام الماضي إلى أسواق 43 دولة حول العالم. قالت الإدارة المحلية في محافظة خوزستان الإيرانية المجاورة للعراق أن صادرات بلادها عبر منفذ جداب ارتفعت بنسبة 266% خلال الربع الثالث من العام الحالي. ووفق المحافظة، فقد بلغت صادرات إيران للعراق أكثر من 82 مليون دولار عبر المنفذ المذكور، مضيفة أنه خلال هذه الفترة تم تصدير 316,000 طن من البضائع بما فيها الخضروات والفواكه والمواد الغذائية والمنتجات المائية ومواد البناء والميكانيكية، التي شهدت نمواً بنسبة 448% في الوزن مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي. ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة في لبنان إلى مستوى تاريخي جديد قرب 32,000 ليرة للدولار الواحد في تعاملات السوق السوداء. وتراوح سعر الدولار وفق بيانات التداول في السوق السوداء بين 32,000 ليرة للشراء و 31,950 ليرة للبيع. وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها، ودفعت الأزمة 3/4 السكان إلى الفقر وفق مؤسسات دولية، ما تسبب بنقص السلع الأساسية مثل الوقود والأدوية. أظهر تقرير مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي زيادة كبيرة في نسبة التضخم في أمريكا عن شهر تشرين الثاني نوفمبر الماضي. ويشير التقرير إلى توقعات بارتفاع التضخم في أمريكا إلى 7%، والذي يعد الأسرع في 4 عقود الماضية. وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 6.8% خلال شهر تشرين الثاني الماضي مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، وهي أسرع وتيرة في 39 عاماً. ومن المتوقع يظهر تقرير التضخم لشهر كانون الأول ديسمبر الماضي. وهذه انتقالة لمعرفة أسعار صرف العملات الأجنبية والمعادن. إلى اللقاء.